وشكون احنا؟ شكون انا؟ شكون انا؟ وشكون انا؟ شنو بغينا؟ وظيفة، كرامة، عدالة اجتماعية، مطالب ولتحقيق المطالب، ولتحقيق المطالب، ولتحقيق المطالب، وصمود صمود لأبدي، وصمود صمود لأبدي، وصمود صمود لأبدي، وصمود صمود لأبدي. السلام عليكم، معكم ايمن لاشقر ليموني، طالب تخوازياماني اوبسيون اي ان دي نوفو دياليس في المعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه. جينا اليوم تلبيه للنداء التنسيقي الوطني للطلبه والخريجين الممرضين. المطالب ديالنا اللي هي مطالب بسيطه، اول حاجه غادي نحاول انني نلخصها لكم. اول حاجه هو التعويض عن تدارب استشفائيه. الطلبه ديال المعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه كيدوزوا 3 سنين ديال الفورماسيون، فيها عامين ديال ستاج، 120 ساعه كل سيمستر، وما كيحصلوا على حتى شي تعويض. كاينه بعض الطلبه اللي ما مستفدينش من المنحه الدراسيه، وبالتالي كيكون واحد الجهد، واحد الطالب في عوض انه يركز في الدراسه ديالو، كيفكر كيفاش انه يوفر المصارف باش يقدر يكمل المسار الدراسي ديالو. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هما موظفي الجامعات. معهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه كما كنعرفوا من الاسم ديالها، هو معهد خاص بفورماسيون ديال الممرضين وتقنيه الصحه. هذه المهنه هذه اللي هي مهنه حساسه، اللي فيها الارواح ديال المواطنين ديالنا. المواطنين اللي كيجيو عندنا خاص يكون داك ملي يجي يتواصل، ملي يجي عند الممرض خاصو يكون داك الممرض على اعلى درجه من الفورماسيون، يكون مستعد انه يقدم له العلاج. حنايا حاليا كنشوفوا انه موظف الجامعات اللي خدامين في الجامعات الترابيه غادي يجي يعملوا واحد الفورماسيون في المعهد ديالنا اللي ما محداش شنو هو المده ديالها، حيت كاينه واحد الضبابيه، الوزاره ما بغاتش تقول لنا شنو هي المده ديال هاد الفورماسيون باش يمشيو يعدلوا يقدموا الخدمات العلاجيه للمواطنين داخل الجامعات الترابيه. وما نعرف مستقبلا ممكن انهم يوصلوا يخدموا الخدمات العلاجيه حتى في المستشفيات. واش في نظركم ان المواطن اللي الدستور كيكفل له الحق في العلاج كيستاهل هادشي؟ واش في نظركم انه المواطن المغربي يستحق هذه المعامله اللي كتعامل معها الوزاره، بحيث ان ما كتعطي اي اهتمام للعلاج ديالو والصحه ديال المواطنين؟ هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه وهو التعاقد. التعاقد حاليا كنشوفوا ان الوزاره تنهى سياسه خلق البدائل. خلق البدائل كيفاش؟ هو انه كنشوفوا اغراق السوق بالمنتحلي الصفه اللي هما المدارس الخاصه، في المقابل اللي كيخرجوا لي كونكور ديال الوظيفه من الطلبه ديال المعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه، كنجبروا الشح ديال المناصب الماليه، في المقابل كنجبروا الغزو ديال المنتحلي الصفه في المستشفيات ديالنا. وصافي، هذا ما كان كنتمنى ان نكون قدرنا نوصل لكم الصوره. وهذا باختصار علاش جينا حنا هنايا كنناضلوا، اول حاجه على الجوده ديال تكوين الطلبه، وثاني حاجه كنناضلوا على المواطن المغربي باش يتلقى احسن علاج في المستشفيات العموميه. اول حاجه كما كتشوفوا معنا هنايا عندنا واحد الوقفه لطلبة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنية الصحة بطنجة، هي واحد الوقفة اللي جات تجسيدا للبيان الوطني للتنسيقية الوطنية للطلبة وخريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنية الصحة، اللي كيطالبوا بواحد المطالب اللي مشروعة أبرزوها هي خلق مناصب شغل كافية لهاد الأعداد الطلبة، لأنه كما كنشوفوا الوزارة دائما ما كتخرج في تصريحات عن وسائل الإعلام ولا تصريحات في البرلمان كتقول انها عندها خصص كبير في الاطر الصحيه والاطر التمريضيه، في حين نهار كنجيو للواقع كنجبروا ان العدد المناصب اللي كتخلق الوزاره هي عدد مناصب قليل جدا مقارنه بالخصص اللي كتقول. لذلك هذه الازدواجيه في الخطاب اللي عند الوزاره انها خصها لا عندك الخصص، اننا خصنا نخلقوا خصنا نخلقوا عدد مناصب الشغل اللي هي كافيه لجميع الطلبه، لان الوزاره رفعت من عدد المقاعد داخل المعاهد العليا، في حين كنشوفوا في مباراة التوظيف كيكون العدد قليل. بالنسبة للنقطة الثانية اللي هي نقطة أساسية في النضال ديالنا هي رفض سياسة التعاقد. حنا شفنا سياسة التعاقد في التعليم وكيفاش أنها فشلت، والآثار ديالها اللي كانت على القطاع التعليمي، في حين أننا ما بغيناش نعاودوا نفس التجربة داخل القطاع الصحي، والقطاع الصحي اللي هو قطاع حيوي. لذلك نحن نرفض هذه السياسة شكلا ومضمونا وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة. النقطة الثالثة هي موظفي الجامعات. كنلاحظوا أن وزارة الصحة
ان وزاره الصحه جات وعملت واحد الكونكور الموظفين الجامعات اللي ديجا هما خدامين في لي بوست ديالهم باش يجيو ويقراو ويعملوا فورماسيون 3 سنين ويخدموا كممرضين لدى وزاره الداخليه، في حين انه كاينين عدد كبير من الناس اللي هما عاطلين، علاش ما خدموش هاد الناس اللي كوناهم ونجيبوا الناس اللي ديجا عندهم مناصب ماليه وعندهم الخبره في القطاعات ديالهم في المصالح اللي كيخدموا فيها ونعاودوا لهم التكوين، في حين ان كاينين الطلبه اللي باغيين يخدموا. من النقط الاساسيه اللي كانت هي التعويض على التدارب الاستشفائيه للطلبه لانهم كيخدموا وكيسدوا الخصص داخل القطاع الصحه وداخل المستشفيات، اضافه الى هيئه للمواطنيه للممرضين وتقنيه الصحه اللي كتدافع على الممرضين وكتحمي هذه المهنه من المتطفلين عليها وكتحمي حتى المواطنين من هذه التصرفات اللي اصبحنا كنشوفوها داخل المستشفيات. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.